مساء النور. فاطمة أعزة، رئيسة الجهوية للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، ورئيسة جمعية أمال للتنمية المستدامة. اليوم بمدينة فاس نحتفل بالمهرجان المغرب الكبير من أجل الاحتفال بالسنة الأمازيغية تحت شعار من أجل ترسيخ السنة الأمازيغية عيدا وطنيا مؤدا عنه. أردنا هذه السنة أن نكسر كل الحدود وأن نشارك معنا كل دول شمال إفريقيا الناطقة بالأمازيغية، كي يكون لدينا رسالة واحدة وحوار واحد، ألا وهو السلم والسلام بشمال إفريقيا. فبمجرد أن وجهنا الدعوة لأشقائنا حتى بادروا بالاستجابة. اليوم معنا ضيوف من الجزائر، وضيوف من تونس، ومن ليبيا، ومن تمبوكتو، ومن النيجر، ومن كونغو، ومن الغابون. كلهم حضروا ليحتفلوا معنا بهذه السنة وليلحوا معنا في طلبنا المشروع الذي يحقه لنا الدستور، ألا وهو طلب ترسيم السنة الأمازيغية كعيد وطني. كذلك انصبت ندواتنا على السلم والسلام في شمال إفريقيا. لما لهذا الموضوع من أهمية قصوى، وذلك لترسيخ رسالة صاحب الجلالة التي قدم والمبادرة التي قام بها من أجل فتح الحوار البناء مع شقيق الجزائر. ونحن من موقعنا كمجتمع مدني نفتح هذا الباب على مصراعيه من أجل السلم، من أجل السلام، من أجل التعايش، من أجل مغرب كبير موحد أمازيغي. فأسكاسا ماينو، أسكاسا مباركي، تنميرت، ونهنئ صاحب الجلالة والمغاربة من طنجة إلى القويرة وكذلك أمازيغ العالم.